للمرة الثالثة محمود بيك شكري ديليجي، ومثل كل مرة البيك بيفاجئ الجميع بأفكار جديدة وعهده بيكون حافل بالمشاريع. بالبرايم الماضي طرحت معدة البرنامج على البيك إحياء سهرة ليلة السبت. في حفل نهار السبت أنت بتنظمها، أنت بتطلب ونحن بننفذ. قرر شكري إقامة حفلة تنكرية، وكل واحد من الطلاب تنكر بزي مميز. شكري وزينة ونصيف عملوا دراكولا، بدرية رجعت لعالم الطفولة، طاهرة محمد علي سلطان فضلوا يشكلوا عصابة، ومحمد رمضان عن الكاوبوي. كل رقص والكل تسلى، أما بدرية فاستغلت الفرصة للاختباء تحت الطاولة وممارسة هوايتها بالتهام تشيبس. وبخلال الأسبوع طلع شكري بفكرة إلى طابع إنساني، اتفق مع كل الطلاب إنهم يرسموا على لوحة عملاقة ويبيعوا هاللوحة بالمزاد العلني ويتبرعوا بتمنها لإحدى الجمعيات الخيرية. اجتمعوا الطلاب بالحديقة وبلشوا يرسموا اللوحة. كل واحد حط لمسة مميزة وكانوا الجميع إيد وحدة لإنهاء اللوحة. ولأول مرة حدا منكن بإمكانه يحصل على لوحة رسموها الطلاب بنفسهم، وهيك شخص واحد بيكون احتفظ بذكرى من طلاب ستار أكاديمي 7، وبالوقت نفسه قام بعمل إنساني وتبرع لإحدى الجمعيات الخيرية. ومرة جديدة منرحب بمحمود بيك شكري بصفته ديليجيت. خبرنا محمود، شو مقرر تعملوا بهاللوحة يلي اشتغلتوها سوا؟ احنا كنا يعني حاطين في اعتبارنا ان شاء الله بإذن الله اي حد من المشاهدين لو حبوا ان هو يساهموا بالمشروع ده، ان هم يتبرعوا بفلوس، يعني ان هم نحاول نجمع فلوس ان احنا نخلي المشروع ده على قد ما يقدر يجمع مبلغ كبير، وبإذن الله نتبرع بيه لأي جمعية محتاجاها، مثلا اسم مستشفى سرطان او اي حاجة. نعم. رولا مساء الخير، شفتي شغل الشباب بعد ما رسموا هاللوحة؟ أكيد، شو رأيك؟ أنا بدي هني محمود شكري والشباب، لأنه محمود فكر بشي خيري، وأنا من أول البرنامج لهلأ بلاحظ أنه شكري ما بيفكر بحاله، دايما بيفكر بمجموعة، بقى عنده نفسية فظيعة. تاني شي شكري عن جد خرج يحمل المسؤولية، لأنه نشيط ولأنه بيقدر يدير مجموعة، يعني بلاقيه كتير منيح. عشان هيك امبارح شكري بعت لي ليست الطلبات طويلة، بدي أقول له أنه يحيي قدامي على المكتب إذا بدي حقيقة ما فيني خبره قدي طويلة. بس أنا بوعده من جهتي، أنا أكتر شيء ممكن بقلب هالليستة أنه ننفذه، خاصة أنه طالبين دهرات وسهرات وكذا، رح نجرب قد ما فينا حقيقة لكم اللي بدكم. ليش لا؟ شكرا لك محمود، يعطيك العافية. تفضل، شفنا شو عمل محمود شكري بالأكاديمية، وهلأ منسمع شو عملت لي بالبلد بصوت رامي.